منور يا مغربي، واوعى تكون انت جاي تعمل فيها ساحر نساء النهارده. عامل ساحر نساء وانت موجود ازاي؟ طيب ازاي ما ينفعش؟ نورك انت عاشور والله. النهارده جاي تبارك لمين بقى من كروز فيلم؟ طبعا يعني عايز ابارك للناس كلها، بس على راسهم رندا البحيري صديقتي الغاليه، ومبروك مبروك لكل كرو الفيلم. متحمس جدا، شايف ان تجربه شباب، وشايف ان تجربه ناس مشاركه في الفيلم على قد ما هي يعني البصه بتحس ان هو مفيش بطل معين عليه، بس انا من نفسي ادعم جدا الافكار بتاعت الافلام دي اللي هي يلا خلي الشباب كلها تعمل حاجه، تعمل صناعه جديده. مطحنه رمضان ابتدت، مشارك في ايه في مطحنه؟ ان شاء الله مطحنه رمضان، انا في مطحنه الكاتبه 101. المطحنه الحقيقيه المجزره اللي بجد المجزره. ان شاء الله في رمضان الجاي بشارك بمسلسل كتابة 101 بطولة أسر ياسين عمرو يوسف، بقدم شخصية نقيب بهاء. من جيشنا ولا من جيش الأعداء؟ لا من جيشنا الحمد لله، المرة دي من جيشنا، المرة فاتت في الاختيار كنت من جيش الأعداء. فتجربة جديدة ان شاء الله يا رب، يعني ربنا يوفقنا ونقدم حاجة تكون يعني الجمهور يتبسط بيها ويتكلم عنها ان شاء الله. ايه المختلف في الكتيبة 101 عن الاختيار، وخصوصا فترة منسي بمنكة عن الجيش؟ والله دي كواليس مش عايز احرقها كده، هحرق الدراما بتاعت الموضوع. احرق يعني. احرق ايه؟ مش هحرق. لا 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 انا بحبك لكن مش هحرق. مش هحرق. لا لا مش هحرق، انا بحبك قوي والله لكن مش هحرق المسلسل برضه. في اختلاف نقدر نقول كبير، هي الموضوع كله سواء الاختيار او الاختيار 101 هي قصص حقيقيه تمت بالفعل، ويهمنا ننقلها يعني المجتمع الفني كله يهمه ان هو ينقله للجمهور، ينقل الصورة حقيقية بدل ما كان بيسمع مثلا إشاعات على السوشيال ميديا أو بيسمع أخبار مش حقيقية، لا تعالى شوف الحقيقة معينة بأرشيف معين كان إيه اللي بيحصل بالظبط. حاسس إن هو هيبقى في مقارنة مباشرة مع الاختيار؟ أكيد أكيد أكيد، يعني هو مسألة إن هو بيتكلم عن قصة من قصة القوات المسلحة وفي الجيش وفي سيناء، الناس هتفضل دايما في حالة المقارنة، تقول لك أصل الاختيار لا. هو في حاجات طبعا يعني في نفس الحدوتة متشابهة أو قريبة منها، لكن في مواضيع مهمة بيقدمها كتير 101. دورك الرئيسي نقدر نقول مع ياسر ولا مع عمرو ولا ممكن مع عمرو اكتر؟ مع عمرو اكتر، يعني في مفاجاه في الحلقه الاولى ان شاء الله، يعني الاولى هتشوفوا مفاجاه حلوه ان شاء الله. طيب عايز اعرف الشغل مع عمرو مع الكرو بقى كله، واجواء التصوير كمان اصعب حاجه فيها ايه؟ احنا بنحاول ننقل صوره حقيقيه للموضوع على قد ما نقدر، يعني استخدام الاسلحه واستخدام والمداهمات والحاجات دي كلها مش مننا من حالنا، لا بيتقام عليها تمارين الاول، بيحصل تمارين مع ضباط، في ناس مسؤول عن تقديم الاحداث دي، وبتقعد ناس بتقعد معانا من ضباط حقيقيين بيحكوا لنا الاحداث عامله ازاي. فطبعا لا في ارهاق جامد جدا، وفي يعني عايز اقول لك انا بدعي لكل جندي مصري ادى في الخدمه العسكريه بتاعته. انا ما دخلتش الجيش للاسف بس دخلت الجيش ولا شفت فيديو ولا لا بس دخلت دلوقتي دخلت المسلسل ده كان ادخل الجيش فعلا، هو صعب فعلا قوي، ويمكن انا الحمد لله نزلت بالوزن كمان. انت لو تفتكر ان كنا سجلنا مع بعض في وقت محمد رجب، الوزن طلب مني ان انزل بالوزن جامد، والحمد لله يعني قدرت اعمل ده في فتره قليله، عشان يبقى على قد يعني عشان اكون في المرونه بتاعه الاحداث بتاعه المداهمات بتاعه الجيش نفسها او بتاعه المسلسل. ايه السلاح اللي انت ضربت بيه وبتاع؟ مسكت اسلحه حقيقيه كده وخدت معارك؟ مسكت بس مش الاسلحه يعني ما فيهاش النصوص الحي بتاعها، لكن مسكت اسلحه. حبيت الموضوع كده بقى؟ والله حبيته مش عايز اكرره تاني. لا 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 متعه، لا متعه بجد والله، على قد ما هو كان فيه ارهاق بس لا انا استمتعت بالاحداث كلها اللي حصلت. يعني تتوقع مطحنه رمضان كده مين المنافسين الاقوياء فيه؟ والله يعني اتمنى النجاح للجميع، مش عايز اقول يعني مش شايف ان في اعمال معينه بفوكس عليها في النجاح، لا في تجارب، يمكن في تجربه دلوقتي حاليا تجربه بالتو، خسر بالتو، شايف ان تجربه يعني كانت خارج المنافسه وخارج الحسابات خالص، والمسلسل نزل عامل صدى كويس، فدايما احنا الجمهور بيتابع وبيشوف وبيتفرج، وفي الاخر خالص التوفيق والنجاح ده من عند ربنا، واللي بيقدم حاجه كويسه الناس تجمع عليها والناس بتقول وبتدعمه، فما اقدرش اقول لك ان في عمل معين انا شايف ان العمل ده هو هيكسر الدنيا او اعمال معينه، لا خلينا نتفرج. بالتو نقدر نقول انه كسر قواعد كتيره قوي كانت الناس مركزه انها تشتغل بيها بالظبط، كسر قواعد. انا بدعم جدا الفكره، واتمنى اعاده التجربه تاني بنجوم تانيه وشباب تانيه، لان هو ده اللي جاي يا جماعه، يعني بيتهيألي دلوقتي احنا بنقدم قضايا وبنقدم في دم جديد لازم نستغله من من
مش عارف اقول لك, بس لازم نقدم حواديت جديده وافكار قريبه للجيل اللي موجود ونستغل الطاقات اللي موجوده. يعني يمكن انا بتكلم عن تجربه بلطو, يمكن نجاح تجربه بلطو خلى ناس كتير قوي تقول طب يلا انا بقى بالظبط. حاسس بقى ان ده ممكن يخلي الناس تقلد وتجري وتعمل برضو حاجات اي كلام وتموت الفكره في مهدها. يعني والله معرضه طبعا الفكره ان يحصل انها ممكن تموت لو الناس كلها جريت من غير سعي مظبوط ومن غير تقديم فكره محترمه, ممكن الموضوع يموت ونقدم حاجات مش كويسه ما تنجحش. بس اتمنى, انا شايف ان انا وغيري من الناس كده قوي ممثلين ومخرجين ومؤلفين, لا في حاجات لو فتحوا الدرجه هيلاقوها وهيستمتعوا بيها.